المسائية من القناة الثانية كالعادة نستهلها بالعناوين. تساقطات ثلجية هي الأولى من نوعها هذا العام يشهدها إقليم إفران ومنطقة إساكن، واستبشرت بها الساكنة خيرا. بقطاع غزة سقوط العشرات إثر غارات ليلية إسرائيلية، وفي باريس مباحثات من أجل الهدنة. وتتابعون توالي ردود الأفعال الإيجابية حول زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للمغرب، والتي تجسد عمق العلاقات بين البلدين. وتحت شعار أرض اللوز ثروة الغد، تحتضن تفراوت فعالية النسخة 11 لمهرجان اللوز. أهلا بكم. عاد رداء الثلج الأبيض ليكسو مرتفعات سلسلة جبال الريف، ثلوج بكمية قليلة مقارنة مع السابق، لكنها بتأثير كبير في إغناء الفرشة المائية والتخفيف من حدة الإجهاد المائي. فؤاد عزوزي ومحمد حجو. مرتفعات جبال الريف ترتدي رداء الثلج الأبيض، الصورة من دوار أزيلا بجماعة السجن وحمدينة الحسيمة. ليلة باردة وثلوج عادت بعد طول غياب لتكسو قمة وسفح جبل تدغين. جبل تدغين أعلى جبل في الريف، تشوف كيكون الثلج في هذه الأجواء كيكون الثلج كثير. دابا كتشوف أول الثلج غيطيح، يكون شوية الماء الناس عاود يفلحوا شوية. ملفن الشتاء يعني، والثلوج والخير في هذه الأونة الأخيرة. المهم حتى الفرشة المائية يعني راه جفت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا بالمطار وبالثلوج. تساقط المطر ليلة أمس بجماعة الساجن، وتكونت البرك والغدران، وارتفع شيئا ما منسوب مياه بعض الأودية، وعاد صوت تدفق المياه ليسمع من جديد. هذا المشهد كان عاديا في هذه المناطق، لكنه أضحى استثنائيا في زمن تأثير التغير المناخي وظرفية الإجهاد المائي. ما كتشوفوا أول ثلج غيطيح هذا العام هذا، والحمد لله. يعني كان واحد شويه ديال الصعوبات من ناحيه ديال البرد، وشويه ديال الطريق كتكون صعيبه شويه في هذه الاجواء هذه. والفين كيضرب عندنا الثلج خير بيت، هاد الشهور ما كنخرجوش. هاد العام شويه القضيه فيها غير بركه وصافي. الله اول الثلج غيضرب هنايا شويه، والحمد لله، اللهم لك الحمد. درجات الحرارة انخفضت خلال الليلة الماضية إلى ما دون الصفر، وهو الأمر الذي ساهم في تساقط الثلوج ولو بكميات قليلة. فعودة الرداء الثلجي الأبيض إلى هذه المناطق الجبلية بإقليم الحسيمة هي عودة للأمل إلى النفوس. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم عرف إقليم إفران ثلوجا هي الأولى من نوعها خلال هذا العام، وطال انتظارها من قبل الساكنة، كما سنتابع في هذه الأجواء التي يرصدها لنا أسامة أفقير بعدسة إدريس الكهن. الزائر الأبيض حل بمنطقة ميشليفن هنا بإقليم إفران بعد طول غياب. هذه التساقطات الثلجية ولو بكمية قليلة أسعدت قلوب الجميع. كل من توصل بخبر تساقط الثلوج جاء مسرعا للاستمتاع بهذا اللون الأبيض الذي اشتاق لرؤيته الكل. الأجواء رائعة جدا. جيت من فاس، جيت لهنا للثلج حيت وحشنا شحال هذه ما شفناه، وعجبني الحال بزاف. واخا التساقطات كانت قليله، ولكن الحمد لله كنتمنى من الله يكون الخير هذا العام القدام. وكما كتشوفوا هي فرحات الوليدات، وجينا نفرحوا للعائله. أشجار الأرز الشاهقة زادها بياض الثلوج جمالا ورونقا. إقليم إفران الذي يقع على علو يفوق 1600 متر كان معنيا بالنشرة الإنذارية. الحمد لله جينا وتصفنا مع الثلج بخير ديال الله سبحانه وتعالى. البرد كاين البرد، ولكن المهم احنا غاديين، أجواء زوينة وكاينين جو ناس بزاف. هذه الكمية القليلة من الثلوج تحمل معها الأمل لإنعاش الفرشة المائية وإحياء الأرض وتجاوز مرحلة الإجهاد المائي التي تمر بها بلادنا. في الخبر الدولي، أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس بمقتل العشرات إثر غارات ليلية إسرائيلية في وقت تتواصل فيه بباريس المساعي الدبلوماسية لتحريك عجلة الهدنة. طارق غانم. أنقذوا أطفال غزة، أدخلوا المساعدات، أوقفوا الحرب.
صرخة من داخل القطاع المحاصر ل141 يوما، حرب أتت وما تزال على البشر والحجر. طائرات الاحتلال كثفت خلال آخر 24 ساعة ضرباتها الجوية على مختلف مناطق غزة، وركزت على رفح التي استشهد بها العشرات وأصيب المئات. وعلى المستوى الدبلوماسي أجمع ممثلو الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر خلال اجتماعهم بالعاصمة الفرنسية باريس على إطار جديد يمهد لاتفاق وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن، فيما تشترط حركة حماس الانضمام إلى الاتفاق بعودة جميع السكان شمال القطاع وإجلاء جميع قوات الاحتلال. واشنطن على لسان وزير خارجية أنتوني بلينكين تؤكد أنها ترفض أي احتلال لغزة بعد انتهاء الحرب، ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة ترسم ملامح الوضع في غزة ما بعد الحرب. وعلى الأرض وضع إنساني كارثي ولا يحتمل، أطفال غزة كتب عليهم أن يتحملوا وزر حرب وأن يعيشوا تفاصيلها اليومية والمرة كما طعامهم. وكما تابعنا، خلفت زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للمغرب بحر هذا الأسبوع ردود فعل إيجابية، فهي تجسد قوة الترابط ونموذجا يحتذى به في التعايش الثقافي وحسن الجوار بين البلدين. حمزة إيت مسعود. علاقات تعيش أفضل لحظة في تاريخها هو وصف خوسي لويس زاباتيرو للعلاقات المغربية الإسبانية. رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق قال إن المغرب وإسبانيا شريكان موثوقان نجحا في إقامة صداقة مثينة ويعملان جنبا إلى جنب بروح من الثقة والشفافية. نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية إيلان بيرمان أكد أن العلاقات بين مدريد والرباط ترتقي في الآونة الأخيرة بشكل واضح نحو تعاون على نطاق واسع، وأن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية تعكس دينامية التعاون الثنائي القوية. المغرب وإسبانيا وضعا أسسا متينة لشراكة قوية متعددة الأبعاد. يقول أوليفر كلين بوسكي الأكاديمي الإسباني، أوضح أن العلاقة الخاصة مع المغرب يجب أن تكون على رأس أولويات أي حكومة وطنية، وأن زيارة سانشيز تأتي في إطار استمرارية الالتزام بارتقاء العلاقة النموذجية بين المملكتين. وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل ماكاي أشاد بسياسة الدولة التي جددت التأكيد عليها إسبانيا بخصوص الوحدة الترابية للمغرب، والتي تعزز الرؤية المشتركة من قبل بلدان أخرى في المجتمع الدولي بشأن ملاءمة المبادرات المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. من جانبه، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس أكد أن ما يجمع المغرب وإسبانيا من علاقات يعد نموذجاً مرجعياً في مجال التعاون بين الشمال والجنوب. البلدان الجاران أصبحا حسب تصريح رئيس الدبلوماسية الإسبانية الأسبق رائدين في قيادة المشاريع والمبادرات ذات التأثير الإقليمي القوي. فيليكس أولو ونائب رئيس السلفادور وصف زيارة العمل التي قام بها بيدرو سانشيز بكونها تشكل دفعة قوية جديدة للعلاقات المزدهرة بين الرباط ومدريد، وأنها تعكس إرادة البلدين تعزيز شراكتهما بما يحقق التنمية والازدهار لشعبيهما وللمنطقة. وللحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الأستاذ عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك. إذن تأتي هذه الزيارة الأولى لرئيس الحكومة الإسباني منذ تنصيبه من أجل المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة في أبريل 2022، كيف يمكن لها أن تعطي اليوم زخما قويا للعلاقات الثنائية؟ الزيارة التي قام بها السيد رئيس الحكومة الإسباني وحظي خلالها باستقبال جلالة الملك هي زيارة تأكيدية لخارطة الطريق المعلنة في السنة ما قبل الماضية، حينما استقبله جلالة الملك أيضا ووضعت خارطة الطريق لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية. لاحظنا كذلك أنه الاجتماع الوزاري الموسع في فبراير من سنة 2023 والذي أسس لمجموعة من الاتفاقيات في مجموعة من القطاعات بشكل يبدو استراتيجيا، بحيث أن هذه الاتفاقيات كانت جزء منها متوسط الأمد وجزء بعيد الأمد، بمعنى آخر أن كل العلاقات التي يعني تراكمت بين الطرفين في هذه الفترة هي تعبر عن إرادة سياسية حقيقية بين البلدين من أجل الوصول إلى علاقات مثالية أو
كما وصفها السيد رئيس الحكومة الإسباني بالنموذجية في ندوته الصحفية. أيضا إشادة رئيس الحكومة بالمبادرات الاستراتيجية لجلالة الملك بالخصوص ما يتعلق بدول إفريقيا ومأسسة دول الأطلسي، وانفتاح المغرب على دول الساحل من أجل ولوج آفاق تجارية واقتصادية جديدة نحو الأطلسي، أيضا هي تعبر عن مدى يعني تقدير و يعني لفت انتباه الحكومة الإسبانية لهذا النوع من المبادرات التي تجد نفسها يعني قريبة من الانسجام ومن الانخراط في هذه الاستراتيجية التي يحققها المغرب على المستوى الإفريقي. أيضا لا ننسى ما أشار إليه في ما يتعلق بالاحتضان المشترك للمملكة المغربية ولإسبانيا والبرتغال لكأس العالم لسنة 2030. التوقيت الذي جاءت فيه هذه الزيارة أيضا هو جواب لمجموعة من الفرقاء السياسيين داخل إسبانيا بالخصوص بعد تنصيب رئيس الحكومة مجددا على يعني قمة الجهاز التنفيذي الإسباني، وأيضا جواب للفرقاء الإقليميين وبالخصوص الجزائر على أن إسبانيا اليوم في سياستها الخارجية تضع المغرب ضمن أولوية السياسة الخارجية في التوجه نحو إفريقيا وفي التفاعل بين أوروبا وإفريقيا من خلال إسبانيا والمغرب. أيضا يمكن أن نقول بأن هذه الاختيارات ثابتة، وهذا الجواب هو جواب مقنع بالخصوص حينما يؤكد ويجدد رئيس الحكومة الإسبانية على موقف إسبانيا الثابت من قضية الوحدة الترابية المغربية، ولنا أن نعلم أهمية هذا الموقف على اعتبار علاقة إسبانيا كيف يمكن أن نقرأ يعني هذا الموقف في أقاليمنا الجنوبية، وموقفها لابد وأن يؤثر على مواقف جديدة فيما يتعلق بهذا المجال. حتى نتعمق أكثر يعني في هذه النقطة، يعني كيف تقرأ هذا الموقف، موقف مدريد الدعم للوحدة الترابية للمملكة؟ تاريخيا عرفت العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية مجموعة من التوترات ومجموعة من الإيجابيات والسلبيات، ولكن منذ وضع خارطة الطريق في سنة 2022 نلاحظ بأن هذه العلاقات أخذت بعدا جديدا بوجود أجرأ لهذه العلاقات وأجرأ لخارطة الطريق ومواعيد محددة للعمل المشترك في شراكة استراتيجية بين المغرب وإسبانيا. أيضا سياسيا هذا التحول هو ينضبط أيضا للموقف الثابت للمملكة المغربية والذي أعلن عنه جلالة الملك على أن أي علاقات استراتيجية وأي شراكة منتجة مع المغرب لابد وأن تأخذ جميع الملفات بشكل بعين الاعتبار دون أن تفصل ملفات عن أخرى، بمعنى أن قضية الوحدة الترابية كما قال جلالة الملك هي المنظار الذي ينظر إليه اليوم من قبل السياسة الخارجية المغربية للعلاقات الدولية وللشراكات الاستراتيجية. وأيضا هذا الموقف بالإضافة إلى هذه التطورات التي تتعلق بتنمية العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب هي تجيب أيضا على أن المغرب بالنسبة لإسبانيا وبالنسبة لكل الدول ولكل القوى التي تدعم مغربية الصحراء هو يحظى بتوازن إقليمي جديد على مستوى شمال إفريقيا انطلاقا من التطور الذي الحاصل في المجال الاقتصادي والسياسي، وأيضا في علاقته التي تطورت بشكل كبير مع البعد الإفريقي، وأيضا في الثقة، وأصبح المغرب يقدم نفسه كدولة موثوقة أولا، ولكن لا بد منها أيضا في التفاعل سواء السياسي أو الاقتصادي مع الفضاء الإفريقي والقاري بالخصوص بعد انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في سنة 2017. السؤال الأخير فيما يتعلق يعني بالتنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب إسبانيا والبرتغال، يعني البعض يرى أنه يمثل فرصة جديدة مهمة لإعطاء زخم جديد للاستثمارات الإسبانية في المغرب، كيف ذلك؟ حينما نرى بعض خصوم الوحدة الترابية يتحدثون عن تغيرات في الموقف الإسباني، ونلاحظ أن السيد رئيس الحكومة الإسباني يصرح بأنه لابد وأن تكون هذا الاحتضان مثاليا وأن يكون ناجحا وأن يكون تاريخيا، بمعنى أنه استراتيجيا العلاقات المغربية الإسبانية وما هو مطروح على الطاولة من مشاريع ومن شراكات ومن اتفاقيات وأيضا ما يحققه المغرب حتى على هذا المستوى في جلب
استثمارات حقيقية لإنجاح هذه المحطة ولمساهمة في البنية التحتية المغربية لتكون قادرة على استيعاب مثل هذه التظاهرات ولتبقى أيضا ولتكون أيضا رافعة للاقتصاد الوطني بشكل عام. إذن نحن أمام إرادة سياسية إسبانية وأمام اختيار يجيب على كل هذه التساؤلات سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية، وهناك أيضا إشارة إلى البعد الحضاري والثقافي بين البلدين باعتبارهما يشكلان نقطة تماس حضارية بين بعدين إقليميين وقاريين كبيرين هما أوروبا وإفريقيا. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الفتاح بالعمشي أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من الرباط. وفي إطار تعزيز الروابط مع الهيئات التشريعية المماثلة والمنتديات الإقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، بمكسيكو أجرى النعم ميارا رئيس مجلس المستشارين مباحثات مع أنا ليليا ريفيرا رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي، التي وصفت زيارته لبلادها بالخطوة الجديدة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد شكلت هذه المباحثات أيضا مناسبة ثمن خلالها الطرفان مخرجات المنتدى البرلماني للحوار جنوب جنوب الذي احتضنه المغرب الأسبوع الماضي. نتابع بهذا الخصوص تصريح النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين. زيارتنا هذه أعتقد بأننا نحن في صدد بناء الثقة المتبادلة بين مجلسينا أولا، خاصة بعد الزيارة التي قامت بها الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ للمملكة المغربية، ونود على أن هذا المسار في العلاقات بين هاتين المؤسستين يتطور إلى شراكة حقيقية بين هاتين المؤسستين. هذه الشراكة التي نطمح إليها هي أيضا في إطار التوجه العام للمملكة المغربية التي يقودها جلالة الملك نحو التعاون جنوب جنوب وأهمية التعاون جنوب جنوب. نؤكد على أن ضرورة استمرارية هذه العلاقة وتقويتها من خلال بلورة مذكرة تفاهم بين مجلسين تكون قادرة على تلبية كل هذه الطموحات. نشطنا متواصلة وتتابعون فيها أيضا. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 48 لجائزة الحسن الثاني والدورة 27 لكأس للا مريم في رياضة الغولف. وفي آخر النشرة نتوقف بوجدة مع الدورة الأولى للمعرض الدولي للخط العربي والزخرفة. لكن قبل ذلك نتوجه إلى مارينا طنجة التي اندلع بأحد محلاتها التجارية حريق أودى بحياة شخص وإصابة 4 آخرين بجروح، 3 منهم حالتهم خطيرة وتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بطنجة. ووفقا لمفدينا هناك فريد غيتو، فالحريق اندلع بشكل مفاجئ في محل لبيع معدات السباحة والغوص وخلف خسائر مادية كبيرة. هذا وتعبأت فرق الوقاية المدنية والسلطات التي نجحت في إخماد الحريق وتم فتح تحقيق لتحديد أسبابه. في إطار برنامجهما 12 شهرا 12 جهة، نظمت منظمات المرأة والشبيبة الدستورية يوما دراسيا حول موضوع ميثاق الاستثمار وتحديات الاقتصاد الوطني، وذلك بشراكة مع مؤسسة فريدريش نيومان. مريم أملال وأسامة غرامي. بعد طنجة، الاتحاد الدستوري بمنظمته الشبابية والنسائية يحط بالرباط في إطار برنامج 12 شهرا 12 جهة، محطة ثانية اختارت كموضوع لها ميثاق الاستثمار الجديد وتحديات الاقتصاد الوطني. هذا الميثاق الاستثمار اللي بغى جلالة الملك كرافعة للاقتصاد الوطني وكدفعة باش تخلي مناخ الأعمال داخل المغرب، يخلي المغرب كوجهة جذابة للمستثمرين، المستثمرين الوطنيين وكذلك المستثمرين الأجانب. وعطى واحد يعني واحد صورة شاملة حول المشاكل سواء المجالية، سواء اللي كتهم مقاربة النوع، سواء اللي كتهم الجانب المالي في الاستثمار. ميثاق هو خريطة طريق استراتيجية لإعطاء نفس جديد للاستثمار بالمغرب، وهنا شباب ونساء الاتحاد الدستوري يناقشون أهم ركائزه لتوفير فرص الشغل والقضاء على الفوارق المجالية.
ما يشغل الساحة السياسية والاقتصادية في هذه التحولات الجديدة. احنا كحزب ليبرالي كنأمنوا بها، كما دافعنا في البداية على الخصاصة وفعلا طبقت في بلادنا وعطات واحد الاثر ايجابي اقتصادي واجتماعي كبير بزاف. فاحنا اليوم مع الميثاق الجديد للاستثمار، فضاء للتفاعل والنقاش لاعطاء ديناميه للعمل الحزبي للاتحاد الدستوري على ان يتم ضرب موعد اخر مع موضوع جديد الشهر المقبل والوجهه الدار البيضاء. وتخليدا ل 67 سنة من الوفاء والتأطير للشباب والجماهير العمالية، نظمت الشبيبة العاملة المغربية ندوة وطنية حول موضوع ملف الوحدة الترابية، التاريخ والمسار والتحديات. روبورتاج حميدة مربوح والتحرير لحمزة ايت مسعود. الوحدة الترابية، التاريخ، المسار والتحديات، عنوان الندوة الوطنية التي تأتي احتفاء بمرور 67 عاما على تأسيس الشبيبة العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ندوة لتسليط الضوء على دور الشباب في ملف الوحدة الترابية. يلعب الشباب العامل دور طلائعي في المنتديات الدولية النقابية وفي الاجتماعات الثنائية النقابية عبر العالم، يلعب دور طلائعي في الدفاع على وحدتنا الترابية والتصدي بكل عصبية لأعداء الوحدة الترابية. الندوة العلمية شكلت فرصة لجرد المحطات والمناسبات التي ساهمت من خلالها الشبيبة العاملة في رفع زخم الدفاع عن القضية الوطنية في مختلف المحافل. هي 67 سنة من الدفاع على القضية الوطنية في كل المحافل الدولية، من كوريا إلى موسكو إلى فيينا إلى جنوب إفريقيا إلى ألبانيا، كانت الشبيبة العاملة المغربية حاضرة لرفع صوت المغرب وللدفاع عن القضية الوطنية. باش نبينوا بطريقة أو بأخرى أن الاتحاد المغربي للشغل كيحاول ما أمكن أنه يترافع سواء على المستوى الأكاديمي سواء على المستوى التاريخي وكذلك النقابي. الندوة الوطنية تمحورت حول رهان الوحدة الوطنية والصوت الواحد والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة بصوت الشباب الذي صدح مرة أخرى. وكما أسلفنا في العناوين، ترأس اليوم صاحبا سمو الملكية الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 48 لجائزة الحسن الثاني والدورة 27 لكأس للا مريم في رياضة الغولف، وذلك بالنادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط. محمد القردة وعبد الله دهنوش. بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم، الأرجنتيني ريكاردو غونزاليس يتسلم لقب الدورة 48 لجائزة الحسن الثانية. غونزاليس أحكم قبضته على المركز الأول بعد تحقيقه 10 ضربات تحت المعدل المطلوب. لدى السيدات لقب كأس للا مريم في نسخة 27 كان من نصيب الإنجليزية برونتيلو. المنافسة لم تكن سهلة بالمرة، سعيدة بعد تتويج باللقب. بذلت جهدا كبيرا في منافستي مع مجموعة من اللاعبات المتميزات. على امتداد أسبوع، مسالك الغولف الملكي دار السلام بالعاصمة الرباط شهدت إثارة وتشويقا كبيرين. الصراع احتدم بين مجموعة من الأسماء، لعبة تبادل المراكز ظلت حاضرة إلى آخر لحظة في المنافستين، مع أن ريكاردو غونزاليس أبان عن تركيز كبير. الحق لعب البارح مزيان، واليوم كانوا تيتنافسوا معاه لعاب اخرين تابعينه، ولكن تمكن باش يبقى قابل داك السكور ديالو ويفوز بهذه البطوله. وعند الاناث عاوتاني كانت واحد حتى هو واحد زعما ان كومبيتيسيون كبيره. بهذه الصور ووسط هذه الاجواء الرائعه، اسدل الستار على النسخه الحاليه لجائزتي الحسن الثاني وكاس للا مريم، ليضرب الجميع الموعد في نسخة السنة المقبلة في مسابقة تعد قبلة لألمع الأسماء. وبالموازاة مع اختتام هذه المنافسات، تم توقيع مذكرة تفاهم للاحتضان المغربي لمنافسات بطولة العالم المدرسية للغولف. تفاصيل أوفى في روبورتاج أسامة غرامي وتحرير لأسماء سلوان.
المغرب يحتضن بطولة العالم المدرسية للغولف لثلاث سنوات، هذا ما جاء في مذكرة تفاهم وقعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للغولف. هي اتفاقية التي تحدد بأن المغرب غادي ينضم كأس العالم ديال الغولف المدرسي ديال 2025 و26 و28 غينضموا في المغرب. وفي الحقيقة هذه النتيجة أولا هذا تجعل بأن المغرب تتموقع ك واحد البلد ديال الغولف، ولكن تترجم أيضا واحد الرغبة ديال السمو الملكي أمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية ديال المغربية ديال الغولف، باش هاد الغولف المدرسي يأخذ واحد المكانة خاصة. الارتقاء بالرياضة المدرسية وتشجيع باقي الرياضات من ضمنها الغولف أهداف تعطيها وزارة الرياضة أهمية بالغة بغية توسيع وتنويع العرض الرياضي المدرسي. هي رؤية ملكية ترم تطوير وتنويع العرض الرياضي المدرسي واحتضان أكبر عدد ممكن من البطولات الرياضية الدولية. هي خارطة طريق ترسخ القيم الإيجابية ومشتل لاكتشاف وتكوين أبطال المستقبل. بتفراوت انطلقت فعالية مهرجان اللوز تحت شعار أرض اللوز ثروة الغد، مناسبة لخلق تواصل بين مختلف الفاعلين في المجال من أجل تنمية وتسويق جيد لللوز. روبورتاج رشيد لطفي والتحرير لطارق غانم. من أرض اللوز تفراوت ثروة للغد، منتجات محلية من مختلف أقاليم تيزنيت تجمعت بمهرجان اللوز. أكثر من 100 عارض شكل لهم الحدث فرصة لتحسين ظروفهم السوسيو-اقتصادية. المهرجان في نسخته 11 افتتحه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ويهدف إلى تثمين وتطوير سلسلة اللوز. صراحة تعطت لنا عاوتاني واحد الفرصة باش نقدموا المنتجات ديالنا للزائرين، كاين الإقبال صراحة على المنتجات ديال السمراء، وتعرفنا على الناس جدد، تعرفنا على وجوه جدد، تعرفنا على التعاونيات اللي جايين من يقدر نقول من المغرب كامل. الحمد لله كان واحد الإقبال اللي هو إقبال كبير على المنتجات المجالية والمنتوج ديال زيت الأرغان من السياح ومن الناس ديال المنطقة والناس يعني من جميع المدن المغربية اللي جاوا يزوروا هذا المهرجان. من خارج المغرب وداخله تعدد زوار المهرجان الذي ينتظر 80,000 زائر على مدار 3 أيام، ويتوقع أن يحتضن أنشطة فنية وتعليمية وورشات تهدف إلى تقوية القدرات التقنية للمشاركين. لينا الشرف ان احنا شاركنا في المعرض ديال اللوز بتفروت، ولينا الشرف كذلك اننا تلاقينا مع جميع التعاونيات اللي كاينين في المنطقه ولا في المناطق الاخرى لتبادل التجارب ديالنا مع ديالهم واكتساب ايضا المهارات. معرض جد مهم اللي كيعطي الواحد دفع بهذا السلسله ديال اللوز في بلادنا، واللي كتوصل المساحه ديالها 250,000 هكتار، واحد الانتاج اللي كيفوت 150,000 طن، وفي هذا الاقليم هو مهم جدا كفلاحه وك يعني سلسله اللي فيها 23,000 هكتار و 7,000 طن ديال الانتاج في هذه السنوات، ولكن كيفوت ملي ما كيكونش يعني الجفاف. لسلسلة اللوز دور اجتماعي مهم من خلال خلق حوالي 27 مليون عمل سنويا من أجل تعزيز الإنجازات ومواصلة تطوير السلسلة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ونختم من مسرح محمد السادس بوجدة الذي انطلقت به الدورة الأولى للمعرض الدولي للخط العربي والزخرفة بمشاركة أزيد من 100 خطاط ومزخرف من 14 بلدا. عبد الحميد المرابط ويونس الناصري. للخط العربي جمال يأسر العقل والقلب معا، وتنوعات حروفه تتيح إمكانيات لا حد لها في البناء التشكيلي. سحر ألهم الخطاطة الإيطالية أنتونيلا ليوني للسفر في عوالم الخط العربي والتجول بين حروفه
مجسدة بلوحاتها المتميزة حالة فريدة من العشق بهذا الفن. سعيدة جدا من الخطاطين المغربيين. أنا كنت السنة اللي فاتت كمان في المغرب مع يونسكو عند مدينة رباط وفاس، ويعني قابلت قبل كده الخطاطين المغربيين وأنا أتعلم منه الخط المغربي، يعني مبسوط. والله هو الخط العربي عموما أو لوحات الخط العربي هي روح الفنان، بصمة الفنان جواه، فبيطلعها في شوية حروف وألوان، بيطلع روحانياته وإحساسه، بيقدر يعبر بيها عن لوحة تشكيلية. تكمن أسرار الخط العربي أولا في التركيز على أهميته، حيث أنه هو هوية الأمة العربية وهو تاج الفنون العربية الإسلامية. 150 لوحة لخطاطين مغاربة وأجانب تؤثث معرض وجد الدولي للخط العربي والزخرفة، جمالية متناغمة تحكي تراثنا العريق بنسق بديع وأشكال هندسية تختلف باختلاف نوع الخط وثقافة وفلسفة الخطاطين. أنا مشارك لوحاتي بالخط الكوفي، فيها أسلوب جديد غير شغل الخطاطين، يعني في أسلوب متغير، يعني هنا في لفظ الجلالة، هنا في أسلوب متغير فيه. أعجبت كثيرا بهذه اللوحات الفنية التي تبرز جمالية حروف اللغة العربية التي يستعملها يوميا أكثر من 400 مليون شخص في العالم، والتي كذلك تجذب كثيرا السياح الأجانب. وحتى يظل لواء الخط العربي مرفوعا في سماء الفن بوجدة وجذوته متقدة في قلوب الناشئة، تم عرض لوحة تحمل توقيع صغار عشق الخط العربي فانسابت حروفه بين أناملهم بتناغم وجمال. سعيد جدا بمشاركتي في هذا المعرض وبحضور خطاطين من داخل المغرب ومن خارجه. أشكر أساتذتي على جهودهم. أتمنى لوحتي أن تنال الإعجاب. الحمد لله، هذا المعرض الذي عرف مشاركة 14 دولة من دول العالم العربي وحتى الدول الأوروبية، حيث شارك في هذا المعرض ب 150 لوحة من طلبة مركز ذنون صغارا وكبارا، وأيضا لوحات للأجانب. بالنسبة لأبرز أهداف هذه الدورة أن نبين للعالم أهمية الخط المغربي وأنه من الأصول التي خرج منها الخط العربي. ورغم تطور أدوات الكتابة واكتساح الرقمنة لشتى جوانب الحياة، يواصل فن الخط العربي العريق بما يعكسه من رمزية وعمق ثقافي وبعد فني وجمالي صموده أمام تحديات العصر، ليظل في صدارة المعمار الفني الإسلامي. بقي أن أذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة. تساقطات ثلجية هي الأولى من نوعها هذا العام، يشهد إقليم إفران ومنطقة إساكن واستبشرت بها الساكنة خيرا. بقطاع غزة سقوط العشرات إثر غارات ليلية إسرائيلية، وفي باريس مباحثات من أجل الهدنة. وتابعتم معنا توالي ردود الأفعال الإيجابية حول زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للمغرب، والتي تجسد عمق العلاقات بين البلدين. نهاية هذه النشرة، شكرا لوفائكم، تصبحون على خير.